Yeah.
ولا تبعدوا عن عينينا ويطول سنين حياته واملاها بالبركة لينا. يا أمتك لا يا حبيبنا يا راعي واسقف كنيستنا، صلاتك هي بركتنا يا بلا يسوع إلينا، إرشاداتك لنا تنقذنا بالأخطار دايما تبعدنا، إرشاداتك لنا تنقذنا بالأخطار دايما تبعدنا، إرشاداتك لنا تنقذنا بالأخطار دايما تبعدنا. إن هبت موجة تخافي أو تتهز في وش الريح، دمت الدم الغالي فداكي سلم أطهر جنب جريح. هبت موجة تخافي أو تتهز في وش الريح، دمت الدم الغالي فداكي سلم أطهر جنب جريح. مبنية من الأحجار ولا مبنية من الأخشاب، ده اللي بناكي له جبار، ده انت في يد الله الآب. مش مبنية من الأحجار ولا مبنية من الأخشاب، ده اللي بناكي له جبار، ده انت في يد الله الآب. وسندلكم بصلاتك فيك سلام العالم كله، يكفي صليبك فوق مناراتك يطفي لهيب الشر وغله. صخرة وسندلكم بصلاتك فيك سلام العالم كله، يكفي صليبك فوق مناراتك يطفي لهيب الشر وغله. دم الشهداء بيصرخ دايما احنا نموت كنيستنا تعيش، لاجل ما نرفع اسم فدينا حتى استشهدنا ما يكفيش. دم الشهداء بيصرخ دايما احنا نموت كنيستنا تعيش، لاجل ما نرفع اسم فدينا حتى استشهدنا ما يكفيش. يا كنيستنا غالي علينا بأرواحنا نفديكي، يا كنيستنا ملجأ لينا كل راحتنا فيكي، يا كنيستنا كل حياتنا رب.
رب المجد حميكي. يا كنيستنا غالية علينا بأرواحنا نفديكي، يا كنيستنا ملجأ لينا كل راحتنا فيكي، يا كنيستنا كل حياتنا رب المجد حميكي، رب المجد حميكي، رب المجد حميكي، رب المجد حميكي. شكرا دكتور يحيى والكورال العظيم، شكرا ليكم. سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس جاي من القاهرة من حدايق الجبة بالذات، يهنئ نيافتك بعيد رسامتك وعيد اليوبيل الفضي لنيافتك. تفضل سيد. حللنا سيدنا باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. أنا جاي أهني بصفتي ابن من أبناء حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تكلا. معرفتي لسيدنا ترجع لسنة 82. سنة 82 كان أول لقاء مع حضرة صاحب النيافة الأخ ميشيل عريان في خدمة الكرة مع أبونا الكبير أبونا سربمون البراموسي. وبعد رهبنة سيدنا خدنا بركة سيدنا في الخدمة لمدة 5 سنين من 87 لواحد وتسعين. ويمكن إحنا بلدتنا كانت أوفر حظاً لأن سيدنا قعد إقامة كاملة لمدة 3 سنوات، فتعاملنا مع سيدنا عن قرب. والحقيقة سيدنا بيتميز بصفات جميلة جداً، ولو إحنا اتكلمنا ممكن ناخد وقت طويل، ولكن بالاختصار ما يميز سيدنا 3 حاجات: الحكمة، المرونة، البشاشة والمرح. نلاقي في تعاملات سيدنا الحكمة في كل التصرفات، في صمته وفي كلامه، حكيم جدا في كل تعاملاته. نلاقي سيدنا برضو بيتميز بالمرونة لأنه ما بيعملش كل المواقف بنفس الكيفية، يعني حسب الموقف سيدنا بيتعامل. كطبيب ماهر نلاقي عنده الدواء لكل داء. وما يميز سيدنا أيضا هي البشاشة والمرح، وعلشان كده معروف على سيدنا اللي يجيله مهما كانت همومه يطلع من عند سيدنا ناسي كل حاجة، ما يطلعش غير إنه إنسان فرحان مهما كان عنده. فسيدنا بيتميز بال3 صفات الجمال دول: الحكمة، المرونة في التعامل، البشاشة والمرح. وإحنا النهاردة جايين نقول لسيدنا كل سنة وانت طيب باليوبيل الفضي.
ونقول له إن شاء الله نفرح مع نيافتك باليوبيل الذهبي ثم الماسي ثم المئوي. وربنا يدبل سيدنا العمر الطويل. والحقيقة 25 سنة دول حاصل ضرب كام؟ 5 في 5. ورقم 5 يشير في الكتاب المقدس إلى الإنسان، لأن الإنسان بيتميز بالخمس حواس، وبيتميز بنهاية الأطراف بتاعته بالخمس صوابع. فالإنسان يرمز لي في الكتاب لرقم 5. وإذا مشينا مع رقم 5 هنلاقي برضو بعض الفضائل اللي بيتحلى بيها سيدنا من خلال رقم 5. رقم 5 في الكتاب أول حاجة نلاقيها علامة البركة. مع قصة إشباع الجموع نلاقي أن سيدنا أشبع 5000 بالخمس خبزات والسمكتين، ونلاقي أن سيدنا سبب بركة لأبروشية دشنا وكل توابعها. نلاقي سيدنا برضو بيتميز بالاستعداد، والاستعداد يرمز له الخمس عذارى الحكيمات، منها الحكمة ومنها الاستعداد أو حكمة الاستعداد. فنلاقي سيدنا بيتميز بالاستعداد، مستعد لمجاوبة كل من يسأله عن سبب الرجاء. وده اللي مدي سيدنا البشاشة والمرح، الرجاء. وهو دايما مستعد في كل الخدمات، في كل الخدمات. سيدنا أيضا بيتميز في رقم 5 بالرحمة. ورقم 5 نلاقيه في قصة مريض بيت حزدة اللي كان ليها 5 أروقة. فسيدنا بيتميز بفضيلة الرحمة. كل إنسان يدخل عنده لازم يلاقي طلبه ويطلع من عنده مرتاح، مهما كان احتياجاته أو مهما كانت مشاكله أو همومه. علامة الرحمة في سيدنا الأنبا تكلة. وأيضا هو سيدنا كخريج تجارة فهو شاطر في الحسابات، فعشان كده هو دايما بيربح وبيتاجر بوزناته، ودي تفكرنا بالخمس وزنات. فهو برضو كخريج تجارة هو شاطر في انه ازاي يتاجر وازاي انه هو يربح. وأول حاجة بيربحها هو تاجر في ربح النفوس. فسيدنا صياد ماهر ورابح نفوس أيضا ماهر. وزي ما قلت إذا اتكلمنا عن فضائل سيدنا الوقت ممكن يطول، فإحنا بنقول لسيدنا كل سنة وانت طيب يا سيدنا وإلى منتهى الأعوام. ربنا يخليك يا سيدنا. سيدي، نعلم أن الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة القانون، لها نظام ولها قوانين تحكمها. معنا في هذا المساء المبارك أبونا الحبيب القمص بولس عبد المسيح أستاذ القانون في كل كريات الإبرشيات. فضل يا ابونا. أبي الحبيب صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تكلة الذي تربطني به محبة من عشرات السنوات، وزي ما أشار أبينا الحبيب صاحب النيافة الأنبا مركز عن البشاشة والمودة التي جعلتنا
ببساطة سريعة نأتي من القاهرة ثلاثة: سيدنا أنبا مركوس وضعفي، وأبونا متاء السيف كاهن كنيسة الملاك بدير الملاك البحري. فده وفد معبر عن هذه المحبة الجاذبة. نحن يا سيدنا الاحتفال باليوبيل أمر كتابي ليس من تأليف البشر، إنما الله هو الذي وضع هذا التقليد. نقرأ عنه في الإصحاح 25 من سفر اللاويين: إن الله وضع هذا العيد، عيد اليوبيل. نتكلم فيه ثلاث أمور بسيطة على قدر الوقت: اليوبيل وما يعنيه، واليوبيل والمظاهر فيه، واليوبيل والبركة فيه. اليوبيل وما يعنيه. كلمة اليوبيل لغويا معناها التهليل، وما فيش فرح أكتر من اللي احنا فيه في هذا اليوم بكل ما يحمل من بهجة. وأيضا تاريخيا اسمه قرن البقر، أو بوق قرن البقر، لأنه في هذا اليوم كان التقليد المتبع أن يبوق بالأبواق من أجل الفرح. وهذه الأبواق عبارة عن إعلان، وعبارة عن انتشار وسط الناس. وإحنا بنبوق يا سيدنا ببوق أشد صوتا وارتفاعا من قرن البقر، ونقول ربنا يبارك في سيدنا أنبا تكلة، جدد شباب هذه المدينة. وده حاجة عن رؤية عينية أنا باجي دشنا من بداية قبل رسامة سيدنا، وكانت الدشنا والكنيسة الصغيرة دي، حتى يعني سيدنا يسامحني لما اترسم كنت بصلي له ربنا يعينه في المادة الضعيفة، لكن زي ما بيقولوا يعني يعمل مش عارف من الفسيخ شربات بالنسبة للخدمة. فصارت هذه الإبرشية بهذه الضخامة وهذا الجمال وهذه القوة وهذه الخدمة وهذه المباني المفرحة، إنما هذا يعبر عن اليوبيل. اليوبيل في جوهره، اليوبيل يعني الراحة. الله استراح في اليوم السابع، الله ما بيتعبش، لكن الراحة هنا تعني الانسجام مما قام به. فإحنا منسجمين من تعب وتعب وجهاد وكفاح سيدنا على مدى 25 سنة في هذه الإبرشية. يعني الفرح، وإحنا الفرح ده بنعبر عنه بالزغاريت والتسقيف، وفرحنا لا يعبر عنه في هذا اليوم، يعبر عنه بالحرية، لأنه في هذا العيد كان يعتق العبيد، يعتق العبيد. طب العبيد كانوا بيعتقوا لأنهم مأسورين للعمل المادي، لا، إحنا بنحتفل بعتق أفضل من ذلك، العتق من الخطية. لما سيدنا في الخدمة يقوم بتحرير الناس الخطاة ويعتقهم من الخطية، هذا أعظم يوبيل. التمجيد، إنه في هذا العيد نمجد عمل الله. طبعا سيدنا ضروري في هذا العيد بيقول: كم صنع بي الرب ورحمنا، ولولا أن الرب كان معنا. في هذا المزمور لابد أن احنا في هذا العيد بنعيد لسيدنا ونقول له: أكسيوس أنت مستحق، لكن التمجيد للسيد المسيح، له المجد الذي يصنع المستحيلات. فالغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فمظاهر هذا العيد هو العتق من عتق العبيد. ومن مظاهر هذا العيد رد الشيء إلى أصله، رد الشيء، وهذا يعبر عنه التوبة. احنا فرحانين ان كل شيء يعود إلى أصله. سيدنا في وسط شعبه في فرح، وبكل الفرح وأنا بسمع الكورال بيقولوا كلمات حقيقية ومؤثرة. وإبرشية دشنا نموذج للراعي الصالح الذي غرس هذا الثمر في
في قلوب ونفوس أولاده. وفي هذا العيد يكون فيه مراجعة، مراجعة لكل الأمور. طبعا سيدنا يستمر ويستمر في هذا النشاط وهذه البركة لما تبقى دشنا 10 دشنات في بعض. فالمراجعة نقول كما كان الرب معنا في الماضي سيكون معنا في الحاضر والمستقبل. وده الرجاء اللي قال عنه أبي صاحب النيافة الأنبا مركوس، أنه سيدنا عنده آفاق واسعة وآمال عريضة في مستقبل هذه الإبرشية. هذا هو اليوبيل الذي نحتفل به بفرح، ونطلب أن يعطي الرب أبينا صاحب النيافة الحبرة جليل الأنبا تكلة الصحة. وموضوع التحاليل ده بتاع ده أبونا يسيبه، ويعطيه الرب الصحة والقوة ليفلح في كرم الرب باستقامة، بصلوات أبينا الحبيب صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. سيدي في وسطينا الآن أو في وسطنا الآن أبونا أبونا أكسيوس الأنبا بشوي جاي يهني نيافتك باليوبيل الفضي، وهو موجود. أعرف أنها عشرة دامت 12 سنة واستمرت. أبونا أكسيوس من دير الأنبا بشوي حبيب سيدنا جدا وبيعتز بيه، وسيدنا بيعتز بيه جدا، هو بيباركنا الليلاتي. تفضل اسمك. أبونا بلامون بيقول لي بسرعة بسرعة وأنا لسه ما ابتديتش أساسا، يعني مش عارف أعمل إيه. حللني سيدنا. إذا كان سيدنا أنبا مركوس وهو أبي وأخي الأكبر والابن الأكبر لنيافة الأنبا تكلة تكلم كابن، فأنا هتكلم كابن أصغر لسيدنا أنبا تكلة. أولا أنا جاي حامل التهنئة من نيافة الحبر الجليل الأنبا سربامون، وكل مجمع رهبان دير الأنبا بشوي بيهنوا سيدنا أنبا تكلة باليوبيل الفضي، وربنا يدوم عليك سيدنا وإلى منتهى الأعوام. في يوحنا 10 أنا مش حافظ على فكرة، في يوحنا 10 اتقال في إنجيل الراعي الصالح كده أن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فإذا كان السيد المسيح هو راعي الرعاة الأعظم ورئيس رؤساء الكهنة، فسيدنا أنبا تكلة هو في إبرشية دسنا هو الأسقف والأب والراعي الصالح والراعي البازل ورئيس كهنة أيضا في هذه الإبرشية المقدسة. عشان كده زي ما سيدنا أنبا مركوس بدأ وقال شوية ملامح توصف شخصية سيدنا أنبا تكلة، أنا مش هضيف لكن أنا هكمل اللي قاله سيدنا أنبا مركوس. أول ملمح لملامح شخصية سيدنا أنبا تكلة يتميز بيها أنه راعي متواضع. راعي إيه بقى؟ ها؟ راعي إيه؟ أيوة صحصحه كده، راعي متواضع. رغم مكانته ورغم مهابته ورغم سلطان أسقفيته، لكن هو بيتعامل مع الجميع باتضاع قلب، ببساطة قلب. يقدر ينزل للصغير خالص لحد تحت كده ويرفعه لحد فوق لما يلاقي بنوتة صغنونة كده زي الأخت ماريا اللي شافها من شوية، يقول ماريا الجميلة ويديها بنبناية ويهزر معاها وتقول له لا يا سيدنا دي مش ملبسة دي كوكاكولا، يقول لها طب يلا افتح حالك. سيدنا بصراحة قادر ببساطته وبتضاعه ان هو ينزل يرفع الصغار ويجعلهم بجانبه كبار زي ما عمل مع ماريا. حقيقي الشجرة
الشجرة الفاضية أدي مريا. الشجرة الفاضية دايماً تلاقيها متشامخة، لكن الشجرة المليانة المملوءة ثمار تلاقيها دايماً متضعة. وسيدنا أنبا تكلى لأنه مليان ثمار دائماً نراه متضعاً. ملمح تاني نشوفه في شخصية سيدنا أنبا تكلى أنه راعي بشوش، زي ما سيدنا أنبا مرقس قال كده برضو، وأنا مش بعيد الكلام تاني، لكن في زمن قلت فيه الابتسامة، وفي زمن في ناس كتير جدا بيتبنوا فكرة بكآبة الوجه يصلح القلب، احنا ملناش دعوة بالكلام ده. سيدنا كان دايما يقول كآبة الوجه دي في المخدع، يروح يبكي ويعيط على خطاياه هو حر عشان يتوب يعني. لكن الشعب ما ذنبهوش حاجة ان هو يشوف الراعي كئيب او حزين او عبوس الوجه، هو ماله مال الموضوع دوت. دايما الشعب عايز يشوف الراعي مبتسم وفرحان وسعيد، عشان كده احنا دايما نشوف سيدنا أنبا تكلى البشاشة الابتسامة، دايما نشوفه كده كأنه مصباح منير يضيء لكل الناس اللي عايشين في ظلمة الكآبة. سيدنا أنبا تكلى لما سألته عن الضحك، طبعا تفكرين الجملة بتاعت الله ينيح نفسه سيدنا البابا شنودة لما قال تبت عن كل حاجة إلا الضحك. فسيدنا أنبا تكلى لما سألته عن الضحك قال لابونا الضحك ده في حياتي مبدأ. المسيح قال فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، وقال كمان افرحوا في الرب كل حين. فعشان كده احنا بنحاول ان احنا نفرح الناس، لان الناس ما ذنبهاش حاجة ان هي تشوفنا. عايز اقول بشكل متعب يعني، سيدنا أنبا تكلى فعلا بيفرح الحزين وبيشع الابتسامة في صدور كل إنسان جاي محمل، كأنه بالضبط كده مكتوب على صدره تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو ده فعلا الراعي الصالح. ملمح تالت يميز سيدنا برضو أنه راعي مصلي. سيدنا أنبا تكلى وهو في الدير حصل موقف كده، كنا قاعدين مع بعض في الفناء بتاع القلاية بتاعته، وبعدين جه تليفون غالبا كان من دشنا، فحد كلمه كان متعب جدا جدا وقال لي سيدنا صلي لي انا في شده ومش عارف اعمل ايه. فقفل التليفون وبعدين قال لي يا ابونا يعني بعد اذنك خمسه كده انا هخش القلاية. طب امشي سيدنا؟ قال لي لا، الراجل ده في ضيقه وطلب مني ان انا اصلي له وهخش اصلي له. ودخل فعلا قعد حوالي 10 دقائق ربع ساعه، وقف صلى للراجل، وعرفنا بعد شويه ان ربنا تمجد وحل المشكله بتاعه الراجل ديت، لانه اتصل وقال لسيدنا الكلام ده. الكلام دوت عشناه مع سيدنا أنبا تكلى، وعشان كده فعلا انا بقوله من قلبي مش بقوله مجامله لسيدنا. رابع ملمح في شخصيه سيدنا انه راعي معمر. راعي معمر. في الدير سيدنا أنبا تكلى قعد شوية صغيرين كده في مكان ما يليقش بيه، وبعدين استأذن سيدنا أنبا سربمون فقال له سيدنا بعد إذنك أبني قلاية. فسيدنا قال له سيدنا ما فيش مانع ده مكانك، وبدأ سيدنا يبني قلاية من جديد من الأرض من الأساسات لحد ما بقت قلاية جميلة جدا. البعض منكم راح شافها في دير أنبا بشوية. فسيدنا بعد ما قعد فيها شوية وبدأت تظهر بوادر إن هو بنعمة المسيح وبصلوات سيدنا البابا تودرس إن هو يرجع على كرسي مرة تانية، سلم على سيدنا أنبا سربمون وبيقول له سيدنا يعني يا ترى بعد ما امشي من هنا هتاخدوا مني القلاية بتاعتي بقى ولا هتعملوا ايه؟ قال له يا سيدنا ما حدش يقدر يقرب ناحية قلاية أنبا تكلى، ده كفاية ان نيافتك ملتها صلوات وانت بقيت واحد من ولاد أنبا بشوي، ده مكسب لدير الأنبا بشوي يا سيدنا. حتى بعد عودة سيدنا الإبرشية دشنا، وأنا عشت الكلام ده حتى وأنا بعيد عنكم، وانتوا كلكم ملاحظين الكلام دوت، العمار عام في كل مكان، يعني بناء وتشييد وإضافة وتجديد وبصمات ظهرة في كل مكان. فعلا بصمات سيدنا أنبا تكلى ظهرة في كل مكان في الإبرشية وفي المطرانية على وجه الخصوص. خامس ملمح، ده الملمح اللي قبل الأخير، فضل واحد بس عشان ما تزعلوش يعني، هو راعي معلم. سيدنا أنبا تكلى أنا تعلمت منه كتير جدا في الدير،
من صفات الراعي الصالح انه صالح للتعليم. وسيدنا انبا تكلى فعلا عايز اقول هو اب وراعي واسقف صالح للتعليم، لانه دايما يعلم. لما كان في الدير عندنا كان دايما يجي بيت الخلوه ندعيه هناك، وكان دايما يعلم الشباب، وكان دايما يجاوب على اسئلتهم. حتى الاباء الكهنه اللي كانوا بيجوا يقضوا الأربعين يوم او ياخدوا خلوه صغيره عندنا كان يجي يسالوه في الطقس يجاوبهم، يسالوه في الروحيات يجاوبهم، يسالوه في امور اخرى يجاوبهم. وكانت تعاليم وتعاليم ما تخطرش على بال، وكانت نافعه للخدمه لانها فعلا كانت طالعه من فم راعي مختبر وراعي ايضا صالح. اخر حاجه سيدنا، طبعا مش اخر حاجه في الملامح اللي تميز سيدنا، لا دي اخر حاجه في اللي انا كاتبه يعني. سيدنا راعي خادم، راعي خادم تفرق كتير خالص خالص ان يبقى الواحد له خلفيه خدميه من صغره في كنيسته، زي سيدنا انبا تكلى وزي سيدنا انبا مرقس وزي الاباء اللي قاعدين كلهم الاجلاء رهبان واباء امامصة وكهنه، او اني يبقى طالع فجاه بقى خادم. سيدنا انبا تكلى يحمل خلفيه خدميه من صغره، سواء في مدارس الاحد، في الشموسيه، في تكوين خوارس، في خدمه شباب، في خدمه قرى مع ابونا سربامون زي ما سيدنا انبا مرقس اتذكر، في الافتقاد، في تطوير الخدمه. كل الكلام دوت عايز اقول كان بيعمله وهو شماس مكرس، وبالتالي كمان الكلام دوت نفع بعد ما بقى راهب كاهن وبعد ما بقى اسقف كمان في الخدمه. الدافع الرئيسي لكل دوت في حياه سيدنا انبا تكلى، وانا عشت الكلام دوت، كان الحب. لان فعلا خدمه بلا حب خدمه لا تساوي شيء، خدمه بلا حب خدمه بلا نجاح حتى وان كان ليها شكل النجاح. سيدنا انبا تكلى قلبه مليان حب، بيبذل عن حب بتلقائيه مش عن اضطرار، وعشان كده هو فعلا بيتعب من اجل ان هو يريح شعبه، عملا بالجمله الجميله اللي كان سيدنا البابا شنوده الله ينيح نفسه كان بيكررها، اما ان احنا نتعب كخدام او كوكلاء لله ويستريح الشعب، او ان احنا نستريح والشعب يتعب. عشان كده سيدنا انبا تكلى فعلا بيبذل ويتعب ويخدم عن حب، لان فعلا قلبه مليان حب، وهو ايضا الراعي الخادم. ربنا يديمك سيدنا لإبرشيتك ويديم محبتك لنا كلنا الى منتهى الاعوام. كل سنه ونيافتك طيب. شكرا لابونا اكسيوس، وشكرا لابونا بولس عبد المسيح، شكرا لكل الحضور. والان يا سيدي ولادك اللي تعبوا واقفين جايين من دير الانبا بلمون يهنئوا نيافتك باليوبيل الفضة.
يصبح حصانه هارس لي بحناده ماري جرجس بحصانه والقديسة دميانة شايلة فرحانة والقديسة دميانة شايلة فرحانة والأمير تادرس صلاته بتحرس والأمير تادرس صلاته بتحرس والأنباب لمون في قلبي بيكون والأنباب لمون والبابا تودرس والبابا تودرس ويسقفنا الغالي ويسقفنا الغالي الآن باتك لحبيبنا الآن باتك لحبيبنا موجودين في قلبي هم دول حبايبي موجودين في قلبي لما انده عليهم حلم بلاقيهم لما انده عليهم حلم بلاقيهم بيشفعوا ليا عندي صفادية بيشفعوا ليا عندي صفادية سيدي صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تكلة سيدنا أنبا مرقس مسؤول عن دير ماري جرجس الرزاجات أو النائب البابوي سيدنا أنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة سيدنا مسؤول عن دير الأنبا دير ماري جرجس الرزاجات باعت ولادك واخواتك الاباء الرهبان بهديه صغيره بيهنوا نيافتك في عيد اليوبيل الفطر. مرقس سيدي صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا تكلة في رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الثانية يقول أما الشهوات الشبابية فأهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي تيموثاوس الثانية 2:22 وفي سفر الأمثال يقول لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة تنكب عنه لا تمر به حد عنه وأعبر أمثال 4:14 أبونا سيدنا صاحب النيافة الأنبا تكلة كلمة أبونا القمص يوحنا رمزي وخدمة الشباب بالإبرشية وطوال 25 سنة
وكل سنة ونيافتك طيب. سيدنا الحبيب صاحب نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، سيدنا وأبي جزيل الاحترام والتوقير وعريس الليلة ومنير هذا المساء نيافة الحبر الجليل الأنبا تكلى أسقفنا المكرم، سيدنا كنيسة بلا شباب هي كنيسة بلا مستقبل. نشكر الله خلال 25 سنة وبصلوات سيدنا غالبية إن لم يكن معظم شباب الكنيسة توغلوا في خدمات متنوعة في الكنيسة. اسمحوا لي في دقائق صغيرة، أبونا بيقول لي بسرعة عشان الوقت، أني ألخص خدمة شباب 25 سنة في 28 نقطة. ممكن تستريحوا تناموا وتصحوا، المهم يعني حاولهم بسرعة. بداية تعرفي بسيدنا كانت يوم روحي، يوم 6 أكتوبر 1992، وكان في يوم روحي للشباب والخدام على مستوى الإبرشية بدير الأنبا بلمون. قبل كده كان بداية مقابلتي مع سيدنا في كنيسة الشهيدة العفيفة دميانة بالويل الكبير، واللي بتشرف برعاية سيدنا أنبا مرقس، ودي مصادفة ليست غريبة إنما بترتيب إلهي. وكان سيدنا في اليوم الروحي ده يوم 6/10/92 منصت جدا للموضوع اللي بقوله، وكان لغة الله في العهد القديم، وكان سيدنا يستمع بكل تشجيع وتواضع ممتزجين، وأحسست فعلا بتشجيعه وبمساندته وصلواته. وفي عشية رسامتي يوم 28/11/92 سهر معي نيافته ونيافة الحبر الجليل مطران أسوان نيافة الأنبا هدرة، وأخذ يتبادلان النصائح لضعفي وكيف يكون الكاهن ناجح في خدمته في الكنيسة. وسيدنا قال لي كلمة لسه ما زالت بترن في ودني لغاية دلوقتي، أنا عاوزك تعمل كل حاجة شفتها في أسقفية الشباب، لأني كنت أخذ بركة خدمة شباب في اللجنة العامة مع سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، وأنا فرحان خالص إن أبونا متاقوس معانا لأنه كان بيخدم معانا في لجنة الحي وأخذنا البركة دي. كما فرح قلبي أيضا لما قال لي كمان سيدنا عندنا في الإبرشية دير الأنبا بلمون اعمل فيه كل الأنشطة اللي انت عايزها، في مساندة قد كده، تشجيع، إتاحة مكان. وفي يوم رسامتي 29/11/92 وفي حضور شعب الكنيسة وفي حضور شعب كنيسة العذراء بالسلامية وكنيسة الملاك بالرحمانية، أعلن سيدنا أني سأخذ بركة خدمة شباب الإبرشية كلها وليست خدمة كنيسة ماري جرجس فقط. وبنعمة ربنا بدأت خدمة الشباب يوم بعد ما رجعت من الدير يوم 12 يناير 93. النقاط اللي حصلت والإنجازات اللي بصلوات سيدنا وتشجيعه وعمل ربنا، واحد، تم عمل اجتماع أسبوعي لكل شباب الكنيسة، ما كانش موجود اجتماع الشباب كل أسبوع. أيضا لقاء شهري مع كل شباب الإبرشية. كمان سيدنا اهتمام خاص بالشباب المغترب وافتقادهم أثناء الدراسة، مرة في الترم الأول ومرة في الترم الثاني، سواء في أسوان، في القاهرة، في سوهاج، في أسيوط، فإنا كان يروح سيدنا يفتقد أبناؤه الدارسين المغتربين في من إبرشيتنا في أماكن مختلفة. أروح بالليل سهرة اعترافات ودرس كتاب، الصبح قداس، سيدنا يجيب على كل أسئلتهم، موضوع روحي، وينتهي اللقاء بتكريم الناجحين واستقبال الطلبة الجدد وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.
من الجميل ان كان في ايام في خدمه شباب ما اروعها، ما زال شباب كثيرين يحلموا بها وبتكرارها وعايشين على هذه الذكريات الجميله والتي ما زالت مستمره، وهي عمل مؤتمرات لمده 3 ايام متواصله، تاره في دير الانبا بلمون والقصر والصياد، بمبنى الخدمات في كنيسه العذراء السلاميه، في ديشنا هنا، في طمة، في مدينة جرجس المحروسة، في دير المحرق، أيام ما أروعها، قداسات، حلقات دراسة كتاب، مجموعات عمل، ألحان، ترانيم، ندوات، استثمار لكل مواهب الشباب. كمان سيدنا اهتم بمهرجان قبل أن تهتم به أسقفية الشباب. كلنا بنسمع عن مهرجان الكرازة. سيدنا بدأ هنا مهرجان الإبرشية، كنائس الإبرشية، وكان يكتبها بخط يده ويوزع أنشطتها بنفسه ويتابعها مع فريق من الآباء. ففي دير الأنبا بلمون كانت تقام المسابقات الثقافية والروحية، وفي الرحمانية المسابقات الرياضية، وفي العزب المصري مسابقات في المسرح. سيدنا السنوات الأولى من حبريته كان بينزل بنفسه في قاعة المطرانية تحت، اللي من حضراتكم يفتكر، ومعاه التباشير والصبورة، ويقسمها جداول وحروف اللغة القبطية، ويعلم شعب الكنيسة قبل ما يخش الاجتماع العام إزاي يقروا إبطي. وسيدنا بيت في الدير 3 أيام متواصلة مع فتيان صغيرين دلوقتي منهم أباء كهنة، يعلمهم التسبحة والألحان واللغة القبطية. كان يقيم بلا ملل وبلا كسل، وبكل فرح ونشاط كان يعلم أولاده. سيدنا كلما وجد مجال أنه يجد فرصة للشباب يشتغل كان بيدعو أولاده، ودايما يقول أنا عامل المشروع ده مش استثماري لكن لخدمة ولادي ولخدمة البلد اللي بخدم فيها. لا يغيب عن بالنا أيضا محبة سيدنا وتشجيع أولاده على حياة الخلوة والتكريس، فقد خرج من خدمة الشباب مجموعة نتشرف بها مكرسين، أباء رهبان أجلاء، بدير الأنبا بشوي، بدير البراموس، بدير السوريان، بدير ماري جرجس الرزقات، بدير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، بدير الشهيدة دميانة بالبراري، بدير أبو صفين للراهبات. ومن اهتمام نيافتي بهذا التكريس أنه خصص دور كامل لخدمة المكرسات في مبنى الخدمات المجاور للمطرانية. أيضا سيدنا كان يرافق أولاده في رحلات لأديرة الجمهورية هذا، وقد نال عدد كبير من شباب الكنيسة روح المرح وروح التفاؤل اللي كان بيستهلهم. أيضا مجموعة كبيرة من الشباب نتشرف بأنهم صاروا أباء ونالوا نعمة الكهنوت في كنائس الإبرشية وخارجها. اهتم سيدنا كمان بوزنات الشباب والأطفال، اهتم بالكورال وبالموسيقى، كان في ناس بتيجي تعلمهم موسيقى. وأصدرت الإبرشية مجموعة من شرايط الكاسيت زمان قبل السيديهات والميديا الحديثة، فأصدرت شريط تفتكروا وسط الملائكة، خلصت رحلة، باب الرجاء، وكثير. شباب الإبرشية كان له المشاركة الفعالة في الاحتفالية بالألفية بأسوان، خدمة الشباب الحرفي وذوي الاحتياجات الخاصة والصم والبكم، كل هؤلاء كل خدامهم خرجوا من خدمة الشباب. شجع سيدنا كمان خدمة المسرح وزودهم بالستائر والمكسر والأجهزة السمعية والبصرية اللازمة اليوم. في حبرية سيدنا في خدمة يمكن مش معروفة، وهي خدمة الشباب المستورة، مساعدة الشباب الذين يحتاجون إلى أي نوع من المساعدة لمن يحتاج. هناك فريق يخدمهم ولكنه فريق غير معروف.
اهتم أيضا سيدنا في 25 سنة بالنوادي وخدمة المسرح. هناك نادي للشباب، نادي للأطفال والعائلات، وجاري الآن في عقله وفي قلبه بيفكر يعمل لنا ملاعب كرة قدم تخدم شباب الإبرشية. في خدمة شباب أيضا خلال هذه الفترة كان هناك خدمة الشباب للمواطنة وتفعيلها. التقى سيدنا بولاده في معسكرات الكشافة بالسلمية، في دير الملاك بنقادة، في دير ماري جرجس المحروسة، في مبنى الخدمات هنا في دشنة، وحس الشباب على حب البلد وخدمتها والعمل الدائم على الارتقاء بها. ولو تلاحظوا في أيام الانتخابات كنا بنبقى مهتمين ان كل واحد فينا يبقى معاه بطاقة انتخاب وعارف مكان لجنته فين وفرق عمل كانت بتتشكل، عشان كل واحد فينا يكون مشارك وطني يؤدي كل ما عليه. حاليا في الخدمة العامة للشباب توجد مجموعة فعالة في المشاركة المجتمعية في تقديم الهدايا والتهاني في المناسبات وتقديم الوجبات الواجب، يعني تقدم الواجب في الواجبات الاجتماعية في الأفراح وفي التعزية. هناك أيضا توطيد للعلاقات بين شباب كنائس الإبرشية في علاقات المحبة مع كل المسؤولين في المدينة في القرية في المحافظة، وهذا هذه مجموعة كبيرة، فريق كبير يضم مجموعة شباب وشابات من كل كنيسة. ومجموعة المواطنة هذه لها قريبا لقاء يحتفل بسيدنا عشان يقولوا له كل سنة وانت طيب، احتفال خاص بهم. سيدنا بارك خدمة الكشافة وأسسها وحضر الكورسات الخاصة بهم في المطرانية في السلمية في الرحمانية في الأنبا بلمون، وكان لهم دور واضح في احتفالات الكنيسة وتنظيمها في مناسباتها المختلفة. اهتم سيدنا بحاجتين مهمين أيضا وسط اهتماماته الجزيلة، التعليم والصحة. شجع سيدنا الشباب أيضا أن يكون لهم دور في الصحافة والإعلام. أيضا سيدنا كان بيكتب مقالات في الوفد لو تفتكروا، وأصدر منها كتب تحوي مقالات نشرت في جريدة الوفد، إن شاء الله تصدر في كتب تاني يتم تجميعها مرة أخرى. وهاليوم يتجدد في سيدنا شبابه، وها هو يفتح مركزا، اليوم افتتح مركز للثقافة والإعلام ولكل من يرغب في المعرفة. وطالما قلنا الصحافة يبقى لا ننسى أن نرحب اليوم بمجموعة من الأفاضل ضيوفنا الكرام اللي حاضرين معنا الحفلة من جريدة الوطن والأهرام وفيتو الإلكترونية ورز اليوسف والوفد والأسبوع، ونرحب بقناة ميسات والقناة التامنة مش عارف أنين فيهم. وقناة خدمة الشباب الجديدة. قربت خلص. لنا الفخر بأن سيدنا يشجعنا على المشاركة الفعالة في مؤتمرات أسقفية الشباب صيفا وشتاء. فإبرشية دشنة ليست جزيرة إنما هي جزء في جسم الكنيسة الكبير، فكل ما يحدث في أسقفية الشباب كنيستنا بتبقى على علم به. أيضا تكريم الشباب المتفوقين في الدراسة وتقديم الهدايا تعبيرا ومشاركة لأفراح النجاح مع أسر الشباب. خدمة الشباب شملها سيدنا أيضا في مجال التعليم الروحي، فأنشأ وأسس معهد الألحان للشباب، معهد للدراسات اللاهوتية، أصدر نبذات وكتيبات ومقالات عقائدية درسها في اجتماع الشباب والاجتماع العام وفي افتقاده لأولادي في المغتربين في أماكن مختلفة. مركز تدريب خدام لاجتماعات الشباب بدأت في المطرانية ثم السلمية ثم أنبا بلمون. خلال 25 سنة كان في كورسات بتدرس لأولادنا، وزادت في الفترة الأخيرة، فهناك كورسات متخصصة للشباب المقبلين على الارتباط، كورسات في التنمية البشرية، كورسات خاصة بالقيادة. مشاركة الشباب أيضا في خدمة وسائل إدارة، عندنا مجموعة كبيرة من الشباب دلوقتي بتعمل كرنفالات ومسرح عرائس،
المشاركة في خدمة التربية الكنسية. أسرة جديدة أيضا أسسها وباركها سيدنا لإنتاج الأفلام الهادفة الاجتماعية والروحية، وهي أسرة أنبا موسى الأسود. سيدنا الحبيب، الكلام كثير جدا في عقلي وفي لساني، والوقت للأسف لا يتسع لكل الكلام عن خدمة الشباب التي أحببتها من عمق قلبي وأقمتني لأفرح بها. في النهاية يا سيدنا، قبل أن أختم كلماتي، أود أن أذكر شيئين مهمين. الأول، كانت فكرة جديدة من يافتك أنك ترسم كاهن لخدمة شباب الإبرشية منذ عام 1992، فأنا ما سمعتش قبل رسمتي حد من الأباء الأجلاء رسم كاهن لخدمة شباب الإبرشية، وده فرحني خالص بتشجيعك. وبعض الآباء الأساقفة الأجلاء كانوا يتصلوا بيا ورحت واستضافوني عشان أحكي لهم يعني إيه خدمة شباب الإبرشية، يعني إيه نعمل مجموعة تخدم اجتماعات شباب الإبرشية. الثانية، أشكر نيافتك على ثقتك الغالية وتشجيعك لضعفي إذا أسندت لي خدمة الإشراف على اجتماعات شباب كنائس الإبرشية، وضميتني إلى ضمن فريق العمل مع نيافتك، فريق الأمانة العامة لمساعدة نيافتك في خدمة الشباب. أخيراً، أزف إلى نيافتك أرق التهاني والأمنيات من كل شباب الإبرشية، كل الشباب المغترب للعمل أو للدراسة بكل من هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الكويت، الغردقة، القاهرة، حملوني تهنئة لنيافتك. شكراً أبونا يوحنا. أبونا يوحنا سرد كتير من إنجازات سيدنا خلال 25 سنة، أنا كنت ملخصها في 3 ورقات. هو يعني أقدر أقول أن هو يا سيدنا يعني اختصر منها كمية كبيرة. حالين يا سيدنا، سيدنا أنبا فام أسقف طمة بيقدم لنيافتك التهاني، وأرسل نيابة عنه أبونا شنودة صمويل وكيل المطرانية ومعه الوفد. شكرا لسيدنا أنبا فام، وشكرا لأبونا شنودة والوفد المرافق له. سيدي صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا تكلا، ولادك كورال تي بارسينوس بدشنا، وقلبي ده السكنه
العذراء بشفاعه العذراء في هذا الأثناء بقول يا دشنا يا بختك يا هناكي بالأنبا تكلى لما جاكي أعطاكي بركة الأسقفية وعملك إنجازات كتير ورعاكي. من إنجازات سيدنا أنبا تكلى أسقفنا المحبوب في خلال 25 سنة تم تجديد كل الكنائس بياض رخام مذابح أرضيات أيقونات معموديات، وأعظم عمل تم هو إحلال وتجديد كنيسة ماري جرجس بدشنا. كان حلم ولكن أصبح حقيقة وأنتم ترون ذلك الآن. افتتاح كنيسة السيدة العذراء بالرحمانية بعد مجهود، نتابع إن شاء الله بعد كلمة أبونا بولس متري. بداية سيدي أقول أعرف أن سيدي يقول كما قال معلمنا يوحنا في رسالته الثالثة عدد 3: ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. في يوحنا 3:1-4: اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة. أعمال 20:19. كلمة أبونا بولس متري عن الخدمة والمخدومين خلال 25 عام. سيدنا ومال أبونا بيقول لي خلص بسرعة، ده أنا لسه ما اتكلمتش. باسم خدمة التربية الكنسية، الأمناء والمساعدين والخدام والخادمات وإعداد الخدمة والمخدومين بإبرشية دشنة بصفة عامة وبكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بصفة خاصة، أتقدم إلى سيدي صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تكلى أسقف وملاك وشفيع إبرشية دشنة وتوابعها بأرق وأجمل التهاني القلبية باليوبيل الفضي لنيافتي. وليعطينا الرب أن نحتفل أيضا بيوبيله الذهبي والماسي والمئوي، متمنيا له دوام الصحة والعافية وأن يثبته الرب على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سلامية هادئة مديدة. وبهذه المناسبة السعيدة أتذكر ما نطق به الوحي الإلهي على فم أرميا النبي قائلا: وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم. وهنا يوضح لنا الوحي الإلهي 3 صفات في الراعي. الصفة الأولى أن الراعي هو عطية من الله، والصفة الثانية أن الراعي هو حسب قلب الله أي يصنع مشيئة الله، مثلما شهد الوحي الإلهي
عن داود النبي قائلا: وجدت داود ابن يسى حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. وصفة ثالثة أن الراعي يرعى بالمعرفة والفهم، أي أن الراعي يقدم المعرفة لشعبه بالوداعة والحب وليس بالتسلط والعنف، لأن التسلط والعنف ليست من صفات الراعي. ولأن كثيرين ادعوا المعرفة ولكنهم أخطأوا وضلوا الطريق، ونذكر منهم على سبيل المثال أريوس ونسطور ومقدونيوس وغيرهم. ونحن نشكر الله الذي من علينا بنيافتكم راعيا حسب قلب الله ترعانا بالمعرفة والفهم. سيدي، قد رأينا فيكم الوصية، ورأينا فيكم الإنجيل متجسدا، رأينا الوصية تظهر في أعمالك قبل كلماتك، كما رأينا حب الله يملأ قلبك ونفسك وفكرك. هذا الحب قد فاض علينا نحن شعبك وغنم رعيتك. كما رأيناك يا سيدي تضمد وتعصب، تبني ولا تهدم، تخدم ولا تخدم، محاولا أن تخفي نفسك. ولكن هل يصح يا سيدي أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، أو يضعون سراجا تحت المكيال؟ في أحد الأيام فوجئ الناس بالحكيم ديوجين يحمل شمعة مضيئة في وضح النهار وينتقل بها من مكان إلى مكان وكأنه يبحث عن شيء. فسألوه: عن أي شيء تبحث أيها الحكيم؟ فأجابهم: إنني أبحث عن الإنسان. فقالوا له: أي إنسان تبحث عنه؟ فأجابهم: إنني أبحث عن الإنسان الذي تتحقق فيه إنسانية الإنسان. ومنذ عصر ديوجين وحتى الآن أصبح وجود إنسانا تتحقق فيه إنسانية الإنسان عملة نادرة. هذه العملة النادرة وجدناها فيك يا سيدي. فنيافتكم هو الإنسان الذي كان يبحث عنه ديوجين، والذي تحققت فيك الإنسانية بكل صورها. تحب أولادك، تعاملهم بمنتهى الإنسانية، فاتح لهم قلبك قبل مكتبك، تسعى جاهدا إلى كل ما يسعدهم ويفرحهم. حقا يا سيدي أنت هو الصديق الذي قال عنه سليمان الحكيم: الصديق يحب في كل وقت. سيدي، لقد شاءت العناية الإلهية أن تقود نيافتكم هذه الإبرشية التي خلقت من العدم وكونت ممن لم يكن، الصغيرة والمحدودة في العدد والعدة. استطعت يا سيدي أن تقود هذه الإبرشية مدة 25 عاما، لا بالسلطان ولا بالنفوذ، إنما بالحكمة وحدها، تلك التي لم يطلب سليمان شيئا سواها، لأن رابح النفوذ هو حكيم. وبجانب هذه الحكمة كانت يد الرب تعمل معكم خلال هذه السنين. الكل يشهد لنيافتكم بأنك صديق للقديسين. استحرص كل الحرص على حضور تذكاراتهم في كل كنائس الإبرشية، فنراك واقفا حتى الصباح دون كلل أو ملل، والابتسامة العريضة تملأ وجهك الطاهر. وحتى لا أطيل الكلام وأترك فرصة لباقي الآباء، اسمح لي يا سيدي أن أتحدث في حدود مسؤوليتي، وهي التربية الكنسية التي كلفتني بها نيافتكم. إن نيافتكم فخر لكل خادم، أحببت الخدمة والخدام فأحبتك الخدمة وكل الخدام، لأن نيافتكم لم تتكلم فقط عن الخدمة وإنما مارستها عمليا قبل الرهبنة، فمن عمل وعلم يدعى عظيما. سيدي، قبل 26/5/1991 كانت الخدمة كالآتي: لم يكن لنا قائدا أو مدبرا، وكان كل منا يخدم بطريقته التي يراها، لذلك كانت الخدمة ضعيفة وهزيلة وبلا إمكانيات،
وكان عدد الخدام قليلاً جداً يكاد أن يعض على الأصابع. كانت التربية الكنسية عبارة عن ثلاثة أسر فقط، أسرة ابتدائي من حضانة إلى ستة ابتدائي كلها أسرة واحدة، أسرة إعدادي كلها أولاد وبنات أسرة واحدة، أسرة ثانوي كلها أيضاً أولاد وبنات أسرة واحدة. في أول مهرجان كان سنة 1992 اشترك فيه حوالي 100 طفل، وكان عدد الأنشطة 8 أنشطة فقط. واليوم وبعد مرور 25 عاماً على تجليسكم ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لنيافتكم، نذكر بعض إنجازاتكم في خدمة التربية الكنسية. سيامة كاهناً مسؤولاً عن خدمة التربية الكنسية بالإبرشية، تكليف أب كاهن مسؤول عن الخدمة في كل كنيسة لمتابعة الخدمة والخدام وحل مشاكلهم، عمل اجتماع للخدمة وإعداد الخدمة في كل كنيسة يضم جميع الخدمات الكنسية. ونشكر الله أصبح عدد الخدام في الإبرشية حوالي 422 خادم وخادمة بعد أن كان يعد على الأصابع. انتخاب أميناً عاماً للخدمة ومساعد له، تنظيم الخدمة إلى أسر ولكل أسرة أمين ومساعد له، حتى بلغ بصلواتكم عدد الأسر 18 أسرة بعد أن كانوا 3 أسر فقط. عمل أسرة جديدة لخدمة القرية ولها أمين ومساعد له، عمل منهج موحد للتربية الكنسية والخدمة الابتتاحية من حضانة إلى ثانوي على مستوى الإبرشية، الاهتمام بالخدام والخادمات ومتابعتهم روحياً من خلال النوتة الروحية، عمل أمسيات روحية وندوات للخدام والمخدومين وأولياء الأمور، تجديع نيافتكم على حضور الندوات والمؤتمرات الخاصة بالخدمة داخل وخارج الإبرشية لرفع المستوى الروحي للخدام، عمل قداس خاص للأطفال في معظم كنائس الإبرشية. قمتم نيافتكم مشكوراً بتخفيض 50% من رسوم الرحلات والأمسيات والأيام الروحية لأطفال مدارس الأحد. عمل الدراسات اللاهوتية لإعداد خدام وخدمات على مستوى عالي من الثقافة الروحية والمسؤولية، عمل كورسات متخصصة لجميع خدام المراحل ابتدائي وإعدادي وثانوي، الاهتمام بالكورال وتوفير الآلات الموسيقية اللازمة للعزف، الاهتمام بالنادي الصيفي للأطفال وتشكيل لجنة للإشراف عليه، الاهتمام بتعليم الكبار محو الأمية وعمل أسرة خاصة بهم، عمل اجتماع خاص للحرفيين وأصحاب الأعمال بتجديع ومتابعة نيافتكم لمهرجان الكرازة. بلغ عدد المشتركين في مهرجان هذا العام حوالي 1500 مشترك بعد أن كانوا 100 سنة 1992، وعدد الأنشطة حوالي 13 نشاط بعد أن كانوا 8 أنشطة فقط. أخيراً يا سيدي، حتى لا أطيل الوقت كثيراً، أطلب من الرب أن يعطيك عمر متشالح وحكمة سليمان وحلم موسى وصبر أيوب وإلى منتهى الأعوام يا لسان العطر. كل سنة وأن يفتق طيب سير. سيدي الشماس الروحي هو لحن جميل في سمع الكنيسة، أيقونة ظاهرة يتبارك بها كل من يراها، وهو سلم يصل إلى السماء دائما، وهو مغناطيس شديد الجاذبية، هو نموذج للمثل العليا ووسيلة إيضاح لكل الفضائل. سيدي، من عنايتك بالشموسية والشمامسة قد رسمت لهم كاهناً متخصص
هو أبونا ماكسيموس شفيق. حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تاكلة، كل سنة ونافتك طيب بعيد اليوبيل الفضي لتجليس نيافتك على إبرشية دشنا وعقبال اليوبيل الذهبي والماسي والمئوي. ربنا يطول في عمرك كما تشالح ويعطيك حكمة سليمان ويحفظ لنا وعلينا حياة وقيام قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس أسقف عام حدائق القبة، آباء الكهنة الأجلاء، إخوات الشمامسة والإكليلس وكل الشعب، كل عام وحضراتكم بخير. لقد اخترت عنوان لكلمتي في هذا اليوم الجميل، اليوم الرهيب، وهي نيافة الأنبا تكلى وذبيحة التسبيح. عندما جاء نيافة الأنبا تكلى من 25 سنة مضت كان عدد الشمامسة قليل ولم يكن أحدا حافظ الألحان والتسبحة كاليوم يعني، وسيدنا بيحب التسبيح والسهر في التسبحة، فقام بعدة أعمال في هذا المجال. أسس خدمة التسبيح داخل الكنيسة. كيف؟ أولا قام برسامة شمامسة كثيرين في كل الكنائس، وقام بعمل مؤتمرات للشمامسة في دير الأنبا بلمون كان بيحفظ فيها التسبحة بنفسه طول اليوم وأيام كثيرة، وكان يسجل التسبحة على شرايط ويعطيها للشمامسة لكي يحفظوا منها ويراجعوا هذه التسبحة في البيت. وقام بعمل هذه المؤتمرات مرات كثيرة، وكان بيعمل حصة ألحان وتسبحة بنفسه في الدور الأرضي في المطرانية، وقد شاهدته بنفسي في هذا المجال. ليس فقط سيدنا بيسلم التسبحة أو بيتكلم عنها في المحاضرات في اللاهوت الطقسي، إنما سيدنا بيفكرني بقول الإنجيل: من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فسيدنا الأنبا تكلى بيسهر يعمل التسبحة للصبح وتنتهي بقداس في كل كنائس الإبرشية. في كنيسة السيدة العذراء في السلامية سهرة للصبح، سهرة التسبحة للصبح. كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالرحمانية أيضا سهرة التسبحة للصباح. كنيسة أبو سيفين بالقصر ودير الأنبا بلمون. كنيسة الست دميانة بفاو قبلي. كنيسة ماري جرجس بدشنا. كنيسة الأنبا شنودة بالعزب المصري. كذلك كنيسة الأنبا شنودة بابو دياب. بل أيضا في شهر كيهك يخصص سيدنا كله للتسبيح، فكل الكنائس في الكرازة كلها بتسهر 4 ليالي، السبت صابح الأحد، أما سيدنا فيسهر 8 ليالي، 4 ليالي في دشنا، الخميس صابح الجمعة، و4 ليالي في باقي الإبرشية، من حبه للتسبيح. وله مقولة شهيرة لما يخلص التسبيح يقول لنا إيه: ياه خلصنا يا خسارة، إحنا كنا في السماء وإحنا الحقيقة بنبقى تعبنا خالص ومش قادرين نوقف، وسيدنا يفضل فرحان خالص بالتسبيحة ويفضل واقف طول القداس اللي بعد التسبيحة إلى النهاية، وإحنا بنبقى عايزين نقعد ومش إيه، لكن سيدنا يفضل واقف للآخر. سيدنا أيضا محب للألحان والتسبحة حتى ولو على حساب صحته ووقته. أحيانا كثيرة لما الشمامس يعني يطولوا شوية في الألحان ما يقول لهمش حاجة خالص، بل هو ممكن يسرع شوية في الجزء الخاص به في القداس علشان يسمع الشمامسة. ما سمعتهوش في مرة يعني زعل أو غضب إن الشمامسة قالوا الألحان أو طولوا في الألحان. لم أره يوما جرح شماسا أو صحح له بشدة، بل كمعلم يعلم بالحب والرقة والاحتمال. كل سنة ونيافتك طيب سيدنا وعقبال اليوبيل الذهبي والماسي والمئوي وإلى منتهى الأعوام سيدنا، بصلاة حضرة صاحب القداسة الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني وشاركه في خدمة رسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس أسقف حدائق القبة. ربنا يديم حياتك سيدنا وخليك لينا. كل سنة طيب سيدنا. شكرا أبونا ماكسيموس. سيدي ابنك المرتل المعروف لدى الجميع، صاحب الصوت الجميل،
الأستاذ بولس ملاك جاي يهني نيافتك بلحن صغير وترنيمة صغيرة. تفضل أستاذ بولس. من أعماق قلوبنا كلنا بنهني أبونا حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا تكلا أسقف هذه الإبرشية المقدسة المباركة باليوبيل الفضي لعيد تجليس نيافته، وكلنا بنرفع قلوبنا لربنا وندعو له دايما بطول العمر والصحة الوافرة والسعادة. ربنا يديمك لنا يا سيدنا ويديم أبوتك سنين عديدة ويحفظ لنا حياة أبونا نيافة الأنبا ماركوس. وأنا ابن أنبا ماركوس بقى، فيبقى أنبا تكلا جدي يعني. فناخد بركة كلنا ونصلي مع بعضنا في الأول لحن نيسا فيف تيرو، وده معناه جميل، بيقول يا كل حكماء إسرائيل صانعوا خيوط الذهب، اصنعوا ثوبا هارونيا يليق بكرامة كهنوت أبونا الطباوي البابا البطريرك الأنبا طوادروس الثاني وشريكيه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطباوي الأنبا تكلا وأبينا الأسقف الطباوي الأنبا ماركوس أحباء المسيح. تفضلوا مع بعضنا. طائبة آيو
هبط ودروس نيم بنيوت إبسكوبوس أظام بيكلا نيم بنيوت إبسكوبوس أظام أركوسني من راتي بخريستوس. شكرا أستاذ بولس ملاك. هذا اللحن وهذه الترنيمة. القمص بطرس منصور يحدثنا قليلا عن خدمة أخوة الرب في داخل البرشية طوال 25 عاما مضت. يقول الوحي الإلهي على لسان أشعياء النبي في الأصحاح 42 عدد 6: أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم. سيدي صاحب النيافة الحبر الجليل جزيل الاحترام الأنبا تكلى، نهني أنفسنا ونهني نيافتك بالعيد 25 لتجليس نيافتك على الكرسي البكر لإبراشية دشنا وتوابعها. ونقول لنيافتك مبروك علينا وعلى شعبك وعلى كنيستك، لأنه في مثل هذا اليوم من 25 سنة أعلنت السماء مولد إبراشية جديدة، إبراشية بكر جلس على كرسيها البكر سيدنا المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنفة تكلى. وأصبح المدينة دشنة وأصبح لمدينة دشنة وكل تخومها مكانة روحية وهيبة روحية ومركز ومجد روحي مثلها مثل باقي الإبراشيات، بل وتفوقت بحصولها على مراكز متميزة أثناء مهرجانات إبراشية الصعيد في التسعينات ثم مهرجان الكرازة فيما بعد، وكان ذلك بفضل ربنا وبركة وتعب ومحبة سيدنا الأنبا تكلى. لذلك يا أحبائي فإن وجود الأسقف الكنيسة مهم جدا وللغاية، إذ يقول القديس مار أغناطيوس الأنطاكي: بدون الأسقف ليس هناك كنيسة. كما يقول أيضا: علينا أن نعتبر الأسقف كما نعتبر الرب نفسه، ومن يكرم الأسقف يكرم الرب نفسه. قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني أدام الله حياته يقول أن الأسقف يتميز بأربع صفات: الصفة الأولى أبوة حاضرة، الصفة الثانية سيرة طاهرة، الصفة الثالثة قدوة صالحة، الصفة الرابعة فكر متجدد. وهذه الصفات كلها نجدها في سيدنا صاحب هذه السيرة العطرة. وفي الحقيقة نحن لا ننظر لأسقفنا كسيد مهاب، ولكن ننظر إليه كأب محبوب ومحب. إن الكلام في هذه المناسبة المباركة كثيرا جدا، ولكن أعمال الله كانت أكثر وأكثر بصلوات سيدنا. قبل 25 سنة لم تكن هناك خدمة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة،
ولكن بعد تجليس سيدنا وبركة صلواته وإرشاداته أصبحت الخدمة تقوم بعمل اجتماع أسبوعي للصم والبكم والمعاقين على شبه مدارس الأحد، علما بأن عدد الصم والبكم المخدومين 35 مخدوم على مستوى الإبرشية، وعدد أيضا المعاقين المخدومين على مستوى الإبرشية في حدود 55 معاق ذهني وحركي. الخدمة أيضا تقوم بعمل يوم روحي كل 3 شهور تقريبا على مستوى الإبرشية في مبنى الخدمات هنا التابع للمطرانية. اليوم الروحي ده يبدأ بالقداس الإلهي، ثم تناول وجبة إفطار، ثم فقرات روحية وترفيهية، ثم وجبة غذاء، ثم عودتهم بعد ذلك إلى قراهم بأوتوبيسات المطرانية. وطبعا بفضل ربنا وبركة ومتابعة وتشجيع سيدنا وتعضيده لهذه الخدمة، هذا عن خدمة أسرة الأنبا برقام. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن خدام وخادمات أسرة الأنبا برقام، نهنئ سيدنا ونهنئ شعب الإبراشية باليوبيل الفضي لتجليس سيدنا على كرسي هذه الإبراشية، ونقول لسيدنا عيد تجليس سعيد يا سيدنا، ويوبيل فضي سعيد يا سيدنا، 25 سنة حب من القلب، عطاء بلا حدود، بذل، تضحية، رعاية، أبوة، تعليم، تعمير، تواضع، تسامح، وإلى منتهى الأعوام. وكل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا. شكرا أبونا بطرس. سيدي، طريق من طرق المعرفة هو المركز الإعلامي بالمطرانية، وعنه يحدثنا أبونا القمص تدرس أنطون. نيافتك افتتحت المكان ده النهاردة لتفتح المجال لشعبك وأولادك للمعرفة. سيدي صاحب النيافة الحبر الجديد الأنبا تكلة، سيدي صاحب النيافة الحبر الجديد الأنبا مرقس، أباء الكهنة والرهبان، كل الشعب، أصبح العالم مثل قرية صغيرة قصرت وتعددت بها مصادر المعلومات، فمن الممكن أن حدث بسيط يحدث في النصف الآخر من الكرة الأرضية يشعل فتيل أزمة يستحيل السيطرة عليه في النصف الآخر. فلجأت الدول والمؤسسات الكبرى لبناء صروح إعلامية متخصصة، لذا فإن مؤسسة في حجم كنيستنا القبطية الأرثوذكسية المصرية العريقة وتشعب علاقاتها سواء محليا أو دوليا تحتاج أن تتابع وتتطور على نحو مستمر، وأن تتميز بأعلى درجات الشفافية والوضوح. لذا اهتم صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني منذ ما تم تجليسه بطريركا بإنشاء المركز الإعلامي للكنيسة القبطية في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الكنيسة، حينما أصدر قداسته قرارا بتسمية متحدث رسمي للكنيسة في مصر بتاريخ 20 سبتمبر 2013 ميلادية. وتم إنشاء المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2013. ولأن كنيستنا كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، فقد افتتح نيافته منذ قليل وقبل بداية هذا الحفل سيدنا صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا تكلة المركز الإعلامي لأبروشية دشنة وتوابعها ليكون منارة وسابقة تحدث أيضا لأول مرة في تاريخ أبروشيتنا. وكما كلف ضعفي بمسؤوليته، كان قد أصدر قرارا سابقا بتسمية متحدثا رسميا للأبروشية، وإن دل هذا فيدل على أن كنيستنا كنيسة واحدة تسير على خطى واحد وفكر ورؤية واحدة. أخيرا، إنها رؤية تحمل فكرا وروحا ترتقي بمفاهيم العصر وصولا إلى القصد الذي نسعى إليه،
وهي أن يكون الجميع ملحا للأرض ونورا للعالم. كل دوت ما كانش هيحصل إلا بتوجيهات وصلوات سيدنا ورؤيته الشاملة لكل الخدمات اللي بنقدمها في الأبروشية. بنقول له النهاردة شكرا على هذه الخدمات يا سيدنا، وإلى منتهى الأعوام. الحقيقة طبعا أنا كان عندي قصص كتيرة وحاجات كتيرة كان نفسنا نحكيها، لأن احنا في الفترة السنة الأخيرة دي احنا طبعا جمعنا وثائق كتيرة خالص عن اليوبيل وعن ما قبل اليوبيل، بتبين ان كانت إرادة ربنا تتعمل دشنة أبروشية، وان سيدنا الأنبا تكلة يترسم عليها كمان من قبل ما ده يحصل بثلاث سنين. وطبعا ده كان من قبل ما يحصل بثلاث سنين، يعني كان قبل ما يتنيح كمان نيافة الأنبا مكاريوس أسقف جنى القديس. زمان سيدنا كان قبل ما يجي دشنا هنا كان بيخدم طبعا كلنا عارفين في المنوفية، وبعدين سيدنا كان سمع فيه كاهن في المنوفية بيجي عنده الأنبا ماكسيموس يقعد عنده أسبوع كامل في بيته، فسيدنا سمع أن الأنبا ماكسيموس موجود عند الكاهن ده يعني، فراح يزور الأنبا ماكسيموس وياخد بركته، فقعد شوية كتيرة كده مع سيدنا الأنبا ماكسيموس. وبعد كده أنبا ماكسيموس طلب من أبونا تكلة البخومي نيافة الأنبا تكلة أدام الله حياته، طلب منه أنه هو يسنده عشان يدخله المكان اللي هيريح فيه. وبعدين سيدنا فعلا أنبا تكلة سند الأنبا ماكسيموس ودخله للمكان اللي هيريح فيه، وبعدين وقف كده الأنبا ماكسيموس في المكان اللي هو هيريح فيه ورفع ايديه للسماء وبص كده للسماء وقال رقي يا رب رقي يا رب رقي يا رب ثلاث مرات. مش بس كده القصة وانتهت، لكن أبونا فام اللي كان سيدنا الأنبا ماكسيموس قاعد عنده بيسأل الأنبا ماكسيموس بيقول له هيرقيه هيبقى أمس عليا؟ قال له لا هيبقى أسقف. وبالفعل تنبأ الأنبا ماكسيموس إن الأنبا تكلة هيبقى أسقف، فبيقول له أسقف إيه؟ قال له هيبقى الأنبا تكلة أسقف دشنا. وده كان سنة 88 في شهر 6، والكلام ده اتحقق سنة 91 في شهر 6 برضو، يعني كان فرق كام؟ 3 سنين زي ما قال الأنبا ماكسيموس. ولا عجب لأن عجائب الله في قدسيه. نقول حاجة صغيرة كده لسيدنا زجل كده في دقيقة واحدة بس. أنبا تكلة يا راعي ووكيل أمين على كل خراف الناطقين، ترعاهم بالنعمة في كل حين ودايما تعطف على المساكين، حكيم كحكمة سليمان تبني بيتا لحلول الديان، أسسته على صخر الإيمان وبأولادك دايما فرحان. أنبا تكلة أب مثالي والأولادك دايما غالي، ورسمتك حققت الأماني وبنيت كنايس للرب العالي، أولادك شعب دشنا زمان زكوك وكهن الدشنا بيحبوك ومن قلوبهم بيهنوك وعلى الخدمة معاهم بيشكروك. وكل سنة ونيافتك طيب يا سيدنا، وعبال اليوبيل الذهبي واليوبيل الماسي واليوبيل المئوي وإلى منتهى الأعوام، والرب يديم لنا رئاساتكم سنين عديدة وأزمنة سلامية هادئة مديدة. بصلوات حضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الطباوي المكرم الأنبا مرقس أسقف عام حدائق القبة، وصلوات أباء الكهنة ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. سيدي مش عارف دكتور يحيى مني مش عارف اعمل ايه، عايز اقول كلمه صغيره خالص. دكتور يحيى الفي بيهني نيافتك بكلمات بسيطه وسريعه. اتفضل. كل سنه وانت طيب يا سيدنا. انا ما بعرفش اتكلم كتير لكن بعرف ارنم وبقول كلمات ترنيم، فانا الفت الكلمات دي للذكرى الحلوه دي. بنقول فيها باليوبيل احنا فرحانين وانت سقفنا يا نور العين، ايام وسنين بركه لينا
عيد رسامتك فرحة لينا يا أنبا تكلى يا حبيبنا يا رعينا وأسقف كنيستنا إحنا ولادك وإنت حبيبنا طلباتك يقبلها يسوعنا بتصللنا ليل ونهار وبتبعدنا عن الأشرار صلواتك دي بركة لينا بتشددنا وتقوينا وياك العذراء الحنونة تطلبها تجيلنا المعونة طلباتك عندها مقبولة بدموعك أمام الأيقونة برشيد دشنا عظيمة بجهادك أصبح لها قيمة وجميع كهنتنا الغايلين والخدام بيك فرحانين وكل شعب الإبرشية بيحبوك بقلوب وفية نيافتك ليهم أحلى هدية من يسوع رب البشرية وكل سنة وانت طيب يا سيدنا. شكرا دكتور يحيى. أحبائي ما أحلى أن نختم بكلمات المحبة التي أعرف أنها تخرج من قلب صادق لصاحب النيافة الحبر الجليل أنبا تكلى أسقفنا المحبوب. كل عام ونيافتك بخير يا سيدنا وعضال الذهبي والماسي وشكرا لكم جميعا. بسم الله أبو الابن روح القدس الآن واحد أمين. فلتحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الآن وكل وان دهر دور كلها أمين. في البداية بنشكر ربنا على محبته وعلى هذه الحفلة الجميلة الرائعة وعلى كل الحضور لهذه الحفل. وطبعا في المقدمة بنشكر حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل جزيل الاحترام نيافة الأنبا ماركوس. هو باتضاعه قال انه ابني بس هو من يومه هو كبير يعني مش تلميذ يعني هو بس ده كلمة اتضاع يعني ما تصدقوش الكلام قوي. هو طول عمره حلو وكبير. طبعا بنشكر اولا واخيرا نيافة الحبر الجليل أنبا أرمية اللي بعت لنا قناة ميسات وبنشكر الإخوة الحلوين اللي تعبوا معانا وواقفين وعمالين يشتغلوا لغاية وقت متأخر ربنا عوضهم خير. بنشكر الأباء المباركين اللي حضروا معانا النهاردة أبونا شنودة الرزائي أبونا توماس الرزائي أبونا يوستوس الرزائي أبونا صربامون البخومي وأبونا أكسيوس أنبا بشوي أبونا بولس عبد المسيح أبونا متاء السيف أبونا شنودة صمويل أستاذ عاطف شفيق والمرتل بولس ملاك الدكتور مينا صفوت وجوزيف صبحي والدكتور يحيى على ونشكر الكورال اللي حضروا واللي قدموا ترانيم جميلة ونشكر كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. فكرت أقول إيه فحبيت أحطها في كلمات صغيرة علشان الوقت. في البداية بنشكر ربنا على محبته أنه سمح لي بهذه البركة العظيمة التي لا أستحقها فهو يقيم المسكين من التراب ويرفع البائس من المزبلة ليجلس مع رؤساء شعبه. نشكر ربنا على هذا اليوم المبارك وعلى أن وصل بنا إلى هذه اللحظات المقدسة. دروس اتعلمتها في حياتي حابب أننا ننقلها لكم فرصة علشان ناخدها يعني عظات لينا. أول حاجة كن كالنحلة. كن كالنحلة مش في قرصها لكن في إنها بتلم الرحيق من كل وردة علشان تطلع في الآخر عسل جميل المذاق. مهم إن الواحد يتعلم من كل شخص ومن كل موقف أو كل حاجة مرت في حياته وبهذا التعلم يتكون الإنسان ويصير له قيمة على قدر تراكم المعرفة اللي بيبقى للإنسان على قدر ما الإنسان بيبقى له قيمة ووجود وأهمية في المجتمع. عشان كده أشكر ربنا أن ربنا حط في طريقي شخصيات كثيرة مهمة ومفيدة تعلمت منها الكثير. هحاول كده أمر مرور
من طفولتي سريعا. تعلمت من والدي حب الكنيسة لأنه كان شماس بيحب الألحان، هو اللي حببني في الألحان من وانا طفل، وكان بياخدني معاه القداسات، بلبس معاه شماس، وكنت بشوفه ازاي يقعد يحفظ ألحان حتى وهو سنه كبير. تعلمت من والدتي حب التسبيح والترنيم، فكانت دايما بترنم طول الوقت حتى وهي بتشتغل في البيت الأشغال بتاعتها. تعلمت من إخواتي حب الكنيسة والخدمة، كلهم كان لهم فضل في إن أنا أرتبط بالكنيسة، خدوني معاهم من وأنا طفل كل الاجتماعات، كان الأسبوع الواحد بحضر فيه يمكن 7-8 اجتماعات، يعني اللي كان في ثانوي ياخدني في اجتماع ثانوي، واللي في اعدادي ياخدني في اعدادي، واجتماع السيدات واجتماع عام ومدرسة احد بتاعتي. يعني كان شبع منذ الطفولة. يعني اتعلمت من الاساتذة بتوعي البذل والعطاء في مدرسة الاحد، وعلى سبيل الذاكرة سعيد صدراك في ابتدائي، ومجدي مشيل في اعدادي، وعدلي عياد في ثانوي، ويوسف سليمان في اعداد خدمة وخدمة قرية. ويوسف سليمان ده بقى ابونا سربامون البراموسي، اللي بعد كده كان له فضل في معرفتي بنيافة انبا بنيامين وخدمتي في المنوفية. تعلمت من الكهنة بتوع الكنيسة البساطة والعمق وحب الطقوس. اتعلمت في فترة التكريس في قرية فيشة الإعداد للرهبانة، وإزاي في هذا المكان الهادئ كانت الصلوات والتسابيح اليومية. اتعلمت في دير الأنبا بخوميوس بحجر إدفو، وخصوصا نيافة أنبا هيدرا مشهور بالهدوء وبالعمق بالوداعة، والرهبان الجمال عشت وسطيهم فترة قصيرة لكن كلهم كانوا محبين وبسطاء، تعلمت منهم الكتير. تعلمت من فترة خدمتي في المنوفية حيث نيافة الأنبا بنيامين القارئ الجيد والمتكلم الجيد المنظم والمرتب، وتعلمت منه الإعداد للأسقفية وإزاي الواحد يتعامل مع الآباء ومع الشعب. تعلمت المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث الأسلوب السهل الممتع في الكتابة والإلقاء والمرح والصوت الهادي العميق، وطبعا له الفضل في رسامتي كاهن وأسقف. تعلمت من قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني اللي بلقبه بأبو الإصلاح الجديد. تعلمت منه الترتيب والتنظيم ووضع لوائح جميلة لكل حاجة في الكنيسة، وبنشكره على قانون بناء الكنائس، وبنشكره على قانون الأحوال الشخصية اللي إن شاء الله هيصدر قريبا، بنشكره على اللوائح الكتيرة اللي عملها لكل حاجة في فترة زمنية قصيرة. ده أول درس، كن نحلة عشان تاخد رحيق من كل شخص لتخرج عسلا جميلا. تاني حاجة، كن طويل البال. مفيش حد فينا ما بيمرش بمشكلة، مفيش حد فينا ما بيمرش بتجربة، وعشان كده اتعلمت انه لازم الواحد في الضيقة يبقى مرتبط بربنا، فهو السند، هو المعين والمعزي. وافتكر قلت للناس اللي جات لي في الرحلة بعد مروحي لدير الأنبا بشوي، كان يوم 8 يناير سنة 2002، قلت لهم ربنا هيتدخل امتى او ازاي ما عرفش، لكن ربنا هيتدخل. والجملة دي حفظتها ليكو في اكتر من اجتماع، انه ثقة الانسان في تدخل ربنا كبيرة، ولما تسألني تقول لي طب امتى هيتدخل اقول لك ما عرفش، طب ازاي هيتدخل اقول لك ما عرفش، تقول لي طب امال تعرف ايه اقول لك اعرف ان هو هيتدخل. ربنا هيتدخل امتى او ازاي ما عرفش، لكن ربنا هيتدخل. وقلت لهم وقتها انه في سفر الرؤيا بيتقال عن المسيح ان معاه المفاتيح، يفتح ولا احد يغلق، ويغلق
ولا أحد يفتح. إذا ربنا أغلق محدش هيعرف يفتح، ولما يجي ربنا يفتح محدش هيعرف يقفل. تعلمت إنه التجارب بتعطي للإنسان عمق أكبر ومراجعة أكبر، وبتعطي للإنسان محبة لكل من هو في حالة ضيق أو تعب أو مشاكل، زي ما اتقال عن السيد المسيح له المجد: جرب أولا لكي ما يقدر أن يعين المجربين. المهم إن الواحد يحمل الصليب بفرح وبشكر، علشان لما يحمله بفرح وبشكر هيخف عليه وهياخد إكليله، لكن لو اتزمر هيتقل ومش هياخد بركة. تالت حاجة وآخر حاجة اتعلمت إنه ينبغي أن يكون الواحد زارعا للحب. كن نحلة، كن طويل البال، كن زارعا للحب. فمن يزرع حبا يحصد حبا، ومن يزرع كراهية وحقد يحصد كراهية وحقد. فما يزرعه الإنسان إياه يحصد. عشان كده مهم إن الواحد يزرع حب، مهم إن الواحد يحب الناس حتى اللي ما بيحبهوش، حتى اللي بيكرهوه. تظهر المحبة والتسامح والمغفرة والبدايات الجديدة والعطاء على الرغم من إنه اللي قدامه جايز يكون مش بيحبه، زي ما ربنا بيعمل معانا ينبغي إن احنا نعمل مع بعض. وفاكر يوم 26/10/91 قلت: قد تستطيع أن تجبرني أن أطيعك، ولكنك بسلطانك لا تستطيع أن تجبرني أن أحبك. فالمحبة هي من القلب مش بالسلطان. وعشان كده على قد ما انت هتحب على قد ما هتحصد حب من الناس. وعشان كده نشكر ربنا عشنا هذه الفترة بالمحبة لا بالسلطان. كل الآباء المباركين اللي اترسموا آباء محبين مطيعين، شعب رائع بفتخر بيه، بيحترم الكهنوت وبيحبه، وإخواتنا المسلمين في دشنا بفتخر بيهم. ودايما في كل مكان بقول أنا بشرف أني أسكف لدشنا، حيث المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية الخالصة. وعشان كده بحاول أنه الخدمة لا تكون للكنيسة فقط، ولكن للمجتمع أيضا، وده اللي بدأته بالمدرسة الخاصة اللي عملتها، وبدأت عملت سنترال، وإن شاء الله احتمال يبقى في بنحلم كده بمستشفى. بحاول أخدم على قد ما أقدر، على قد ما أستطيع، حسب إمكانيات المكان الجغرافية والمادية. وطالب من ربنا أن يديني قوة بصلواتكم عشان ربنا يعني أكمل العمل والخدمة لحين ما يسمح الرب أن أكون معه، لكي ما نسد كل عوز واحتياج روحي ونفسي وجسدي. نسعى على قد ما بنقدر وربنا يكمل العجز بتاعنا. ربنا يدينا دايما معونة وقوة، وإحنا عندنا أمل ورجاء إن دايما اللي جاي أفضل، وإن ربنا قادر أن يحقق لنا فيه كل ما نتمناه، سواء لبلادنا المحبوبة أو رئيسها المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي. سواء لحكومتنا أو محافظتنا ومحافظنا السيد اللواء عبد الحميد الهجان، بنطلب أن ربنا يعينهم ويعين الأمن، مدير الأمن وكل الأفرع والأمن الوطني والمخابرات، مجلس المدينة وكل العاملين في هذه المحافظة وهذه الإبرشية. في النهاية أشكركم على حضوركم وعلى محبتكم وعلى كلماتكم المملوءة حبا وعلى هداياكم. أشكر قناة ميسات مرة أخرى والعاملين فيها ونيافة الحبر جليل أنبا أرمية.
أشكر نيافة الأنبا ماركوس وكل الحاضرين. ربنا عوض الجميع خيرا، وكل عام وأنتم بخير، ونلتقي دائما على خير في كل عام.